جدا طيب انا لازم كنت اشرت لحضرتك على جوزيه مورينيو تعليقه على فوز الاهلي على الزمالك وازاي هذه القوه الخفيه عند الفريق البطل. مورينيو قالها والدكتور شريف صلاح يحاول يأصلها لنا علميا لما نشوف كلام مورينيو. الفرق الكبيره لديها شيء سحري خاص استثنائي، ما هناك من يسميه الحظ، هناك من يسميه الخبرة، هناك من يسميه أن هناك حماية سماء من ربانية أو نعم، ولكن عادة الفرق الكبيرة لما تصل إلى هذه اللحظات الحاسمة فهي تفوز. وكما قلت من قبل المباراة تستمر إلى نهاية المطاف وتسجل وستفوز بدون شك، وإذا استقبلت هدف فستخسر. لم يكن هناك من اتخذ من جازف من أجل الفوز. الأهلي سجل الهدف الأول والزمالك لعب مباراة كبيرة كانت متنافسة قويا وكانت النتيجة متساوية للأخير. سيعودون حزينين ولكن بفخر، والأهلي مرة أخرى كسب لقبا إضافيا إلى سجلهم التاريخي العظيم في أمسية رائعة جدا بتنظيم متميز بنوع من الكاريزما وأضواء وأنوار مختلفة تماما. لقد كانت أمسية كبيرة للكرة المصرية. أعجبك أكثر الهدف الأول أو الهدف الثاني؟ الهدف الأول أحببت فيه أن هذا اللاعب الشاب ركض وحاول أن يهاجم المساحة في مباراة كان فيها كل شيء مغلقا ويتوقف، وكان هناك نوع من الجمود في التموقع بالنسبة للاعبين، لم يكن هناك من يتحرك ويطلب الكرة في المساحات، وإنما اللاعب كانت لديه هذه الرغبة وركض بعد المدافعين. كما قلت في هذا الوضع يجب على المدافع أن يصعد وأن يدافع عن المهاجم، لأن هناك مجازفة كبيرة أن تلعب على خط التماس، لأنه هي مسألة سنتيمترات فقط. والفار الفي اي ار تقنية الفيديو اضطرت إلى وقت كبير لأن الفارق لم يكن كبيرا. طيب دكتور شريف، استنبطت إيه من كلامه؟ طبعا كلامه جميل طبعا. مورينيو يتحدث بالنسبة للأهلي عن ثلاث أربع نقاط. النقطة الأولى الفريق الكبير عنده مخزون من الكاريزما من التاريخ، ولازم نعرف تأثير التراث في الإنجاز القادم. النقطة الثانية فكرة الحظ، وأنا واحد مش من الناس اللي شايفة التفسير كل شيء على إنه ده الحظ، ده عجز عن التوضيح العلمي، لأنه حتى الكرة تخبط في القايم القايم بيشغل حيز من الفراغ. صحيح، لو أحسن التصويب داخل القايم هتدخل. مظبوط، إنما باستمرار تحميل المسألة على الحظ. مورينيو قال لك لا، هو مش الناس هتقول لك حظ وهيقول لك حماية من الله وهيقول لك خبرات، لكن هي دي قيمة الفريق الكبير بكل ده. تفسير حضرتك علميا ايه؟ أول حاجة في الحظ لازم اللاعب وهو بيرضع، لسه داخل النادي يفهم يعني ايه الحظ. الحظ هو نقطة التقاء بين الإعداد الجيد والفرص العابرة. احنا دورنا ايه؟ الإعداد الجيد. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت ايه؟ الفرص العابرة. كل ما كان الإعداد أفضل كل ما كانت الفرص اللي احنا هنلتقطها في الحياة فرص أعلى، وهكذا. شوف لعيب في ليفربول مثلا بيتدرب كام ساعة في اليوم، ولعيب عندي بيتدرب كام ساعة في اليوم، هنحسب يعني. شوف كده اليوم بتاعه شكله إزاي واليوم بتاع لعيب عندي شكله إزاي. المفروض هو محترف وأنا محترف. الفرق في إيه بقى؟ هو محترف حقيقي، أنا محترف على الورق، مش عايز الناس تزعل مني. محترف حقيقي يعني إيه؟ يعني هو بياكل، في حد بيقول له ايه؟ خلي بالك انت هتاكل بس دول بس كده، مفيش حاجه اسمها جعان او شبع، دي مش قضيته خالص. المحترف عنده درجه عاليه جدا من الالتزام. المحترف عنده مجموعه حاجات كده بيقول عليهم ال 11 الكبار. عنده تقبل ذاتي، عنده تقدير ذاتي، عنده تحفيز ذاتي. هم ال 11 ذاتي النمره بتاعته، هو حد بيعلمها له وبقى هو يشتغل عليها. عد حضرتك معايا: تقبل، تحفيز، تقدير، ثقة، تطوير، تخطيط، التزام، تحدي، تحكم، تنافس، تقييم. 11 واحد. حلو. نقول بقى تعالى. وكلهم في القوة الذاتية. هم كلهم ذاتي. بس هو بيتعلمها في الأول. إن هو عنده 10 15 20 سنة أو أول ما يروح يحترف على طول، يجي لايف كوتش معاه يقول له إيه؟ بص ال 11 واحدة دول بتوعك أنت.
احنا هنعلمهم لك، بس كل يوم تعلم صح علامات على الى اي مدى الكلام ده موجود عندك او مش موجود، وتدي نفسك درجه. عشش معاك خلاص بقى، هو بيبقى دماغه راكبه كده مع ال 11 واحده دول، هو لازم يعرف هو وصل فين، انا درجتي قد ايه. وبعدين في حاجه اسمها السيلف ايفاليوشن، انا بقيم نفسي مش لازم حد يقيمني. النهارده بقى التقييم سهل جدا بعد المباراه، شوف في سكاوتنج نتائج بتطلع كام تمريره صح، ده احنا جوه الماتش بتشوف النتيجه على الارقام. فاللعيب مش محتاج حد يقول له انت كنت وحش، لا هو الارقام باينه اهي. فسهل جدا النهارده غير زمان، زمان كنا بنجتهد، لكن النهارده اصبحت سهله جدا هو يعرف مكانه فين. فاول حاجه لازم يعرف الحظ يعني ايه، عشان ما يقوليش بقى لما يكبر شويه اصل حظ. يا حبيبي مفيش حاجه اسمها حظ اطلاقا. ولا واحد في المليار، المليار مش موجود اطلاقا. هي بس احنا بذلنا مجهود هنا ما خدناهوش هنا، خدناه هنا بس كده، لكن في الاخر لازم تاخد كل المجهود بتاعك تاخد حقه. النقطه بقى الثانيه المهمه جدا بيتكلم عليها مورينيو، انا هعمل لك فيها معادله علميه خطيره جدا جدا. مورينيو بيكلمك على التاريخ، هي الثقه بالنفس عباره عن ايه؟ عباره عن معادله اسمها الخبره على الموقف. الخبره اللي عندي قد ايه، والموقف اللي انا بتعرض ليه دلوقتي قد ايه. اذا عليت الخبره عن الموقف معايا رقم كبير، يبقى مستوى الثقه بالنفس بتاعي والقدره على التعامل مع الحاجات الجديده دي جيد جدا. طب الموقف اعلى مني، يبقى الثقه بالنفس قليله، يبقى انا سهل جدا اتهز. ناخد مثل من الملعب، الاهلي يا ترى كام ماتش كسبه بلس 90؟ كتير. كتير. فاللعيب عنده حتى هو 90، فاللعيب يقول لك ايه؟ في جايه 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 جايه. فبيهاجم بشراسه، التمسك بالروح. ايوه ما زال في امل. اللعيب اللي ما عندوش الخبره دي، اللي ما كسبش ماتشات كتير بلس 90، انا بضرب مثل واحد. ما كسبش ماتشات كتير بلس 90، مجرد ما الماتش دقيقه 85 يقول لك ايه؟ خلاص ما جبناش جون في 85 دقيقه، يحمد بقى هجيب دلوقتي. فبيبدا جسمه يرفض انه يديله الطاقه اللازمه لتجاوز ازمات جوه الملعب، والتاني بالعكس مع الوقت وده بالعكس بتعلى بالظبط كده. يبقى اذا هي في حاجه جوانا بتتحرك تراكم الموقف، احنا مش شايفينها. الخبره على الموقف. ايوه. فالنادي الاهلي مش بقى بيكسب حكايه التاريخ، طبعا اكيد التاريخ والعراقه والاصاله موجود، لكن كل اللعيبه بتديله ثقافه. ايوه بالظبط كده، اصبحت كلتشر بالنسبه للاعب، هو عدى على المواقف دي كتير، فبالتالي مستوى الضغط النفسي عليه اقل. لكن روح بقى الاهلي هيلعب مع ريال مدريد مثلا، او هيلعب مع ليفربول، او هيلعب مع اتلتيكو، اي حد بقى من الناس اللي هناك، هيبقى اللي بيلعب معاه التاني عنده رصيد اعلى. ايوه. فهو احنا الاهلي بالنسبه لنا الاهلي. لما يجي يروح يقول يا رب بقى ان شاء يعني يمسكوا بقى ونخطف جون، احنا فكره نخطف جون، هما بالنسبه له هناك مش يخطف جون، هو هيلعب احسن حاجه عنده ومتاكد ان الاجوان هتيجي. احنا بالنسبه عايز افتكر ماتش بتاع المكسيك اللي اتغلبنا فيه 4-2. القارات كان 2-2. كاس القارات كان مع جوزيه. لا بتشوك المكسيك. ايوه كان مع جوزيه وقتها. ايوه. وطلعنا الشوط الاول كسبين 2-1. ايوه. المحللين بين الشوطين، انا كنت قاعد انا واولادي، فكانوا بيقولوا ايه؟ الاهلي بقى يمسك كوره يحاول يحافظ على اساس ان احنا، فانا قلت لاولادي على طول اذا المدرب فكر كده فكر كده اتغلبنا 100%. هو مش عايز يلعب، هو عايز يقف لحد ما الماتش يخلص، عايز يعدي الليله. عايز يعدي الليله بقى الوقت عدو. طب مش هينفع، مش هيعرف، مش هيعرف، محدش عارف يقف الوقت. فلازم هنا المدرب يركز مع اللعيبه، احنا هنلعب بشكل قوي جدا جدا، بس هنركز على الالتزام الخططي، هيبقى ايه المطلوب بالظبط. يعني مساله لو رحت الناحيه دي احنا نعمل ايه، لو رحنا هنا نعمل ايه، نرجع بسرعه ازاي، اللي يفقد الكره دول، الحاجات دي يقول ادوار، مش ان احنا يا جماعه عايزين نعدي الوقت، نحاول كن نكسب وقت، نكسب وقت ده مش في اللعب، مش في الكلام. في ظاهره الاهلي بلس 90 في تفسير تاني غير اهميه تراكم الخبرات والمواقف؟ لا، هي الخبره على الموقف اللي بتحسم الامر. عشان كده لما بيجي لعيب جديد على النادي الاهلي بيقعد فتره على ما يستوعب، قبل ما ياخد باله من دي كده. هو يبقى اللعيبه بقى بتبدا تنقل، اصل دي كلتشر. فدي عدوى. فاللعيب اللي مر بقى بالحكايه دي كتير بيبدا ينقلها. كلنا بناخد من بعض. فناخد الحته دي كده. لما بيروح لعيب من النادي الاهلي، ركز بقى حضرتك معايا، لنادي تاني ما يعرفش يعملها، هو المجموع معاه. ما هو واحد ما يعرفش يدي 10. صحيح. لكن التسعه والثمانيه يدوا الواحد والاثنين. صحيح بالظبط كده. طيب دي موجوده في النادي. تلخص كلمه روح الفانيلا الحمراء في الكلام ده ولا في اضافات؟ لا، روح الفانيلا الحمراء دي مهمه جدا. ليه بقى؟ في حاجات بنسميها السبليمينال.
ايوه سبليمينال يعني انا ما اشوفهاش بس هي موجوده جوه ازاي؟ أيوة. يعني مثلا مجلس الاداره مثلا اللعيب الصغير يقول لك ايه؟ عم ادخل النادي الاهلي انا داخل دوله في منظومه كبيره بتحصل انا مش شايف في حاجات يعني النادي جوه النادي وانا انا عضو في النادي فبشوف كل حد مسؤول عن حاجه وكل حد بيعمل حاجه بشكل جيد جدا جدا ما بنشوفش بقى مجلس الاداره طالما كل المنظومه ماشيه بالطريقه دي كده عكس مثلا تروح مكان تاني تلاقي لازم حد من مجلس الاداره يتدخل في اي مشكله تحصل عشان ما فيش منظومه موجوده فاللعيب اللي بيشوف المنظومه مبكرا بيعرف على طول ان هو في نادي كبير دي اللي بيقول عليها روح فين الحمراء هو اللعيب مش فاهم بس عارف انه داخل منظومه عارف ان حقه هياخده بالكامل عارف مفيش حاجه اسمها الضعيف يتاكل عارف ان مفيش حاجه اسمها اصل بابا فلان او ماما فلان خالص وكلمه اللي تتقال لك لازم حد بالظبط كده بالظبط انت دخلت جوه المنظومه وفكره المنظومه دي احنا بنقول عليها عندي سيستم وعندي مشاعر وعندي نتائج اي منظومه في الدنيا قايمه على الثلاث حاجات دول ما اقدرش العب واحده منهم ولا اتنين سيستم يعني ايه يعني كل الناس يسري عليها السيستم ده يعني اقدر الخص ان الرابط بينهم درجه الالتزام هو التزام جوه المثلث انا ملتزم بان في سيستم مجرد ما دخلت النادي الاهلي دخلت على السيستم دخلت مش داخل اغير لا 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 خالص مش هينفع انا مش عارف اغير وفي منظومه كبيره انا دخلت جواها الحاجه الثانيه مشاعر هيبقى مطلوب مني طول الوقت احترام زمايلي واحترام نفسي عشان لو حصل اي غلط مش هتسامح وهتعاقب وبعديها هبقى كويس مفيش حاجة اسمها ايه اللي هي عملته خلاص جات وخلاص طب انا اعمل ايه ما غصب عني نعديها او نعديها مفيش نعديها هي دي كلمة المشاعر وتحت الضلع الكبير نتائج انا بلتزم مطلوب مني النتائج حركة المكنة بتاعتك ما بتطلعش قماش فهنقول لك ايه انت فوق راسنا وشرفتنا ونورتنا بس احنا متشكرين جدا عشان المكنة ما بتطلعش قماش وده انا شايف يعني ايه مودست انا ماليش دعوة بالكورة بس انا اقول من ضمن الكلام يعني الناس بتقول ايه خلاص ما هو المكنة ما بتطلعش قماش ممكن تطلع في حته ثانيه بس بالنسبه لي انا عندي الثلاث حاجات دول قادر تنتظم جوه المنظومه بتاعتي اهلا وسهلا المشاعر بينك وبين الناس اللي معاك ونفسك والاداره جيده في نتائج جايه النادي فوق راسه انت فوق راسي لكن اي واحده من دول فيها خلل النادي مش هيخليك هي دي كلمه منظومه لعيب بقى الصغير بيشوف دي كويس قوي بيسميها السبليمينال يعني لعيب الطاير او لعيب اليد او لعيب الكاراتيه ملوش دعوه بفريق كوره بس شايفها شايف بتأثر فيه طبعا طبعا هي دي اللي بتعمل اللويالتي عند اللعيب يقول لك هو منتمي ليه؟ هو منتمي شايف حاجات فوق بتعلم فيه زي الولاد بالظبط بتعلمهم بابا وماما في البيت ايوه مش هينفع بابا يبقى بيعمل حاجات غلط كتير ويقول لك ايه بس انا عايز ولاد كويسين مش هيبقى كويس بابا ده مهم جدا بابا المؤسسه بابا الشركه بابا النادي بابا الدوله بابا انا ما تخليش تصرفاتك تتناقض مع اقوالك بالظبط بالظبط ودي موجوده في المنظومه عشان كده بقول لما نتكلم على منظومه النادي الاهلي نقول كيف يمكن اتفضل كمل الجمله عشان هسالك سؤال اللي شغل الناس بقى كيف يمكن خلق لاعب منتمي محترف طبعا انا مع حضرتك يمكن ناقشنا الموضوع ده قبل كده لا في منظومه كبيره جدا ممكن تعمل لكل الصغيرين دول عشان بدري جدا جدا يبقى المفهومين عنده هو منتمي محترف بدري العقليه تصور انا عمال انسى لا خالص وانت بتكلمني على الذهنيه داخل مصر وخارج مصر ده انا عايز اقول لك ان وصلنا لما تسال اي لعيب ولا تستثني احد مهما كبر او صغر في مصر يقول لك اصل انا حلمي احترف هو يقصد احتراف خارجي وكانه بالملايين التي يحصل عليها غير محترف يعني هو مجرد ما بيقول الكلمة دي أنا بتخض عايز تحترف أمال أنت بتعمل إيه عندنا يا عم؟ صحيح يعني دي جت من إيه؟ وجهة نظره إن أنا كلمة أجنبي يعني محترف، إحنا بقول له طب أنت بتعرف تعمل زي المحترف؟ ما هو ده مهم المحترف تعال نجيب أي واحد من اللعيبة الجامدين دول شوف اليوم بتاعه بيمشي إزاي؟ بياكل إيه؟ بيشرب إيه؟ بينام إمتى؟ بيقوم بيتمرن كام مرة في اليوم؟ السوشيال ميديا وضعه أخباره إيه؟ جرب تحترف هنا الاول عندي وشوف هتبقى مستواك ازاي لو قدرنا نعمل هل ده سوري يعني هل هو بيقول كده لان ما حدش بيفهمه يا ابني انت محترف صحيح طب ما تعمل زي اللي بره بالظبط كده يعني بالزبط. انت الملايين اللي بتاخدها يمكن ما تاخدهاش بره لكن انت محترف جوه
اكبر انديه في مصر، انا بتكلم على الانديه الشعبيه تحديدا يعني. انت محترف ما بتديش ليه؟ محترف في وسط بيتك وفي وسط اسرتك ومن غير غربه، اذا حاجه عظيمه جدا. مفهوم الاحتراف محتاجين تعريف واقعي للاحتراف، دي اول قضيه عايزين نشتغل عليها مش عارف امتى. لكن باذن الله ربنا هيقلنا الاسباب وتجيلنا حضرتك بتوسع شرف. نتكلم فيها ازاي تقول ايه للناشئ او للاعب الكره يبقى محترف ازاي؟ يعني ازاي نعرف نعمل معاه اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي السبليمينال دي؟ احنا ازاي نحط حاجه في عقله بدري جدا وهو صغير تكبر معاه فكره ان انا محترف ومنتمي مع بعض. الاثنين دول اذا قدرنا نعملهم مش بس النادي الاهلي على فكره، بتكلم على مصر كلها. اذا قدرنا وفي المدرسه وفي الجامعه وفي الكليه وفي الشغل في الوزاره، اذا قدرنا نعمل الكلام ده مع كل الناس الدنيا تختلف خالص. ما هو الاحتراف في الملعب حياة. والاحتراف في شغلك بالظبط بالظبط نفس بالزبط الفكره بالظبط احتراف يعني. الحياه فعلا. النهارده احنا كنا مع معالي الوزير اشرف صبحي في اجتماع اللجنه العليا للموارد البشريه، كنا بنتكلم في الجزء ده كيف يمكن صناعه انسان محترف. وقلت له الحقيقه ان وزاره الشباب والرياضه بامانه شديده انا بقيت سعيد ان هو بيفكر بالطريقه دي كده، عايزين نعمل كوادر محترفه كذا كذا. قلت له لازم يتعمل، لازم على مستوى مصر كلها، سواء مدارس سواء الجامعات طب انت شركات بتفجر لنا نقط والله يا دكتور. طب احنا عايزين نعمل كوادر طب اذا كان قيادات المنظومه الرياضيه في مصر ما بتدينيش الاساسيات اللي تطلع كوادر مؤمنه برسالتها وتلتزم بيها، يعني ما بنشوفش خط واضح، لو عملت كده تجازى، لو عملت كده تكافئ، لو عملت كده تبقى انت صح، لو عملت كده قطعا تبقى غلط. احنا عايشين في حاله من الموائمه المستمره، وان اطراف المشكله بتحدد نتائج اي قرار بيتاخد. يعني مش انك انت بتقول لو عدلي وابراهيم عملوا كذا هيعمل نعمل كذا، لا، لو عدلي عمل كذا اتصرف معاه ازاي، طب لو ابراهيم عمل كذا اتصرف معاه ازاي. صحيح، ده اللي بيحكمنا يا دكتور. فقبل ما نخلق كوادر هتخلقها ازاي واحنا مش حاطين ال كويس. التغيير عموما بيقابل مشكلات، وكانت ازمه المصلحين عبر التاريخ ان هم بيحاولوا يحسنوا حياه الناس. الناس بترفض التحسين، يقول لك بقول لك يا ماشي يا ماشي. الناس مش مشغوله قوي بتحسين نمط حياتها، ولذلك احنا بنقول عليهم القاطره. القاطره دي هو اللي هو الشخص اللي بيقدر من خلال هو نفسه منهج التغيير يقود ناس معاه يشدهم لمنطقه افضل في الحياه. فكل ما اشتغلنا مع القاطرات افضل كل ما كان الناتج القومي اعلى. بكل تاكيد انا لما اروح برنامج تدريبي او سيشن عندي مثلا 30 واحد، مش ال 30 عندهم استعداد للتغيير، لكن بلاقي خمسه سبعه. الخمسه والسبعه دول مهمين جدا بالنسبه لي، هو ده اللي بيقدر يشد معايا لمنطقه افضل في الحياه. الناس هتقاومني طبعا، ما هو بابا وماما يقول لك ايه يا عم بقى، ما هي ماشيه طول عمرنا بنعمل كلمه، طول عمرنا بنعملها كده، دي خطيره جدا، طول عمرنا بنعملها كده. ما لازم اشوف الصح. اليابان عندهم حاجه اسمها الكايزن، يقول لحضرتك ايه الكايزن ده، بيتعلموه هم لسه بيرضعوا في المدرسه كيجي. هناك دائما طريقه افضل لاداء اي عمل، علينا البحث عنها مهما عملت، مهما عملت بقى في احسن، في احسن. هو طول الوقت، فهو الطفل الياباني عامل كده. يبقى انت شغال على وسعها كده، شغال على وسعها، عايز السقف وسعها فعلا. بيعلمه الطفل كده من الاول وهو بيرضع لسه. الكايزن هو منهج التغيير للافضل. طب هتقف دي؟ لا ما تقفش، طول الوقت بيفكر ازاي دي تبقى احسن.